مرحبا، شكرا على اتصالك كوزمود. أنت الهند، نحن سعداء لمساعدتك. اتبع 3 خطوات بسيطة للحصول على أفضل علاج في الهند. الخطوة 1، يرجى إرسال واتساب الخاص بك PMO فايبر البريد الإلكتروني لتقييم جدوى العلاج. عند استلام الأشعة السينية، سيقوم الطبيبون في كوسندنت بتقييم خطة العلاج وتقديمها أفضل ما يناسب وقتك. واجب سيتم إرسال خطة علاج مفصلة لك في غضون 12 ساعة من استفسارك، وأنت توافق على خطة العلاج المقترحة مع حساب التكاليف. حان الوقت للسفر إلى الهند. الخطوة 2، يمكنك زيارة الهند إما على تأشيرة سياحية أو تأشيرة طبية. إذا كنت تبحث عن تأشيرة طبية، ثم تقدم لنا نسخة جواز السفر لنا، نؤكد لك خطاب دعوة للحصول على تأشيرة في غضون 12 ساعة، ما سيساعد في الحصول على التأشيرة في السفارة. الخطوة 3، إرجاء إرسال رسالة تأكيد حجز الرحلة إلينا. ممثل كوسندنت سيكون في المطار أحكم. نحن نقدم خدماتنا لمساعدة مرضانا في الحصول على أفضل أماكن الإقامة بالقرب من العيادة. سيبدأ العلاج من اليوم الأول دون أي تأخير. نحن نعد لتقديم ابتسامة يدوم العمر. الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بنا زيارتنا موقعنا على الإنترنت